طب عرف نفسك. عرف. انا محمد علي فني صيانه. بوجه الرساله دي لاسرائيل، بقول لهم ان احنا باقل الامكانيات وبشويه تعديلات ممكن نصنع المعجزات، لان ربنا بيحبنا وايماننا بيقوينا. والصاروخ اللي هيضربه على حته توك توك دوت، ها، ثمنه اكتر منه بحوالي 60 مره. شوف هو الصاروخ ثمنه كام اللي هيضربه على ده، وده ثمنه كام. بقل ممكن في حوالي 3 شهور ابوظ اقتصاد بلدهم بحاجه زي ده، انه بيمشي لوحده. شغال ايه؟ شغلتك ايه؟ مهندس صيانه معدات مخابز وحلواني. فكره التوك توك ان هو ممكن لو اتعلى شويه يمشي لوحده، تعمل له جوه صاروخ، صاروخ صغير يعني، مش هيبقى كل ده، بس صاروخ بازوكا كويس، هيمشي لوحده وهخسرهم اقتصاديا ملايين وملايين ملايين باقل تكلفه وباقل حاجه. طب انت قدمت المشروع ده لك فتره؟ لا لسه جاري التنفيذ. ما